كبدورة فاصوليا، كيف ما نطبخها فاصوليا، دايما بنحبها فاصوليا، صغيرة وأمورة فاصوليا، ما أزكى بذورة فاصوليا، كيف ما نطبخها فاصوليا، دايما بنحبها فاصوليا، منها أبيض وأحمر وبنلاقي منها أخضر، كل وحدة إلها طعمتها وبتختلف فوائدها، منها أبيض وأحمر وبنلاقي منها أخضر، كل وحدة إلها طعمتها وبتختلف فوائدها. يا سلام، والبال تهدي، المناعة بتقويها والقلب بتحمي، العظام بتقوى فيها والبال تهدي، فاصوليا 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 فاصوليا، الفاصوليا البيضاء على الهضم بتساعد وبتحمي من السرطان، ولو ياكل منها الواحد بيضلوا شبعان، على الهضم بتساعد وبتحمي من السرطان، لو ياكل منها الواحد بيضلوا شبعان، كلها فيتامينات، للتنفس شو بتفيد وتقوي العضلات، وتحمي البشرة من التجاعيد وكلها فيتامينات، فاصوليا 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 فاصوليا، صغيرة وأمورة فاصوليا، ما أزكى بذورة فاصوليا، كيف ما نطبخها فاصوليا، دايما بنحبها فاصوليا، صغيرة وأمورة صغيرة وأمورة فاصوليا، ما أزكى بذورة فاصوليا، كيف ما نطبخها فاصوليا، دايما بنحبها فاصوليا، صغيرة